السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كي داير مع الصحيحه؟ نتوما لاباس عليكم؟ كي داير الاحوال؟ توحشتكم. كنشكركم على التعليق وكنشكركم على الكلام الزوين. وميمتي خيت والنص ما بقاش يبان لي، ما نعرف فيك كتغبره درك. عاود قولوا البرد، الصيف، البرد، رمضان، العيد الكبير، كل شيء. كل مره تقولوا حاجه. كركو دايرين؟ الله يرفع علينا هذا الوباء ونوليو العاده ديالنا وما نعرف. راها حتى حنا ولات هنا عندنا العدوى في اسبانيا، غير الله يستروصها. مين درنا التلقيح من كتر الوباء. اليوم غادي ندير الكوجل بالرزق والتجاره والزواج، ثلاثه ديال الحوايج. جلب نتاع الرزق، التجاره والزواج. راني جرحت راسي، كنت نقطع الشجره، عيّنتوني. كركو دايرين؟ كي دايره الاحوال؟ كي دايره البلاد؟ إيه، حذاري حذاري مع هذاك الناوي ابراهيم، راه ولد مرسي، راه هو النصاب، راه بلعت له انستغرام، بلعت له على الفيديوهات ديالي، كلشي راه شكيت به، بلعت له على الفيديو. بصح باقا الشكايه عند ديال البوليس. هذاك النمره اللي دايرها ماشي ديالي، راه داير تصاور ديالي تاني، كنشكيت بهذيك النمره، لان هذاك التصاور ديالي. بصح النمره ماشي ديالي، النمره ديالو. راه تاني كنقلح وتاني كاين من سمعني، يمكن سمعني، راه متبعني وكيسميتها. هذاك راه اكبر نصاب. انا ما عنديش كاع في اكادير العائله، ما عمري شت اكادير. هذاك راه ولد اكادير، كينصب على الناس وباش ما يقبضوش كيصيفط الفلوس، يقول له للدريات اللي كينصب عليه، يقول له صيفطوا للمغرب. مونيغرام كيعطي له لادريس ديال خوه، كيقول له الناوي خلود ولد اكادير. هذيك الفلوس اللي كتدخل لك راه خوك كينصب على عباد الله، كيسرق عباد الله. هذيك راه فلوس دوك الهجالات ودوك اللي مرات، راه كينصب عليه بالاسم ديالي، يعني انت حالش الشخصيه ديالي. انا بريء، انا الا ما شفتوش وجهي، ما شفتوش الكماره ديالي، وهضرت معاكم وجه لوجه، لان راه كان ينقص الفيديوهات ويصيفط للدريات. علاه نتوما عقونات ولا مرض في عقلكم؟ الا ما تهضروش في التليفون في الواتساب وجه لوجه، فيديو خاصكو ديروا فيديو تهضروا معاه. واش نتوما مرات تخلصوا فلوسكم؟ بزاف اللي خلصوا الفلوس وضاع، بقيتوا فيا. ولكن راه شحال من مره قلتها لكم، راه كاين النصب. راه شحال من واحد داو لهنا التليفون ديالي زوروه وداوه على حسابه، هو انا شاريه هنا بلا كارت. راه شحال من تليفون يزوروه، النمرات وكل شيء، الصوت يقلدوه. راني سجلت حتى الصوت دياله، بصح راني ما بغيتش نرمي التصاور دياله حتى يعطيوني الاذن البوليس. بس عندي التصاور ديالك، غادي نشرك كامل، يشوفك العالم كامل على النصب. المهم، احنا يا عندنا جلب الرزق والتجاره والزواج، فيها ثلاثه ديال الحوايج. احنايا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كيقول لك سبب والكمال على الله. احنايا الاحوال ديما خصنا نديروها. إيه، كانوا شي دريات قال لك اودي فين نرميو؟ النهار اللي درت له هذوك الوصفه نتاع اللدون، هذه الاخيره، قالت لك وحده واش داك اللدون حتى هو رميوه. اللدون لا تبقاي تخدمي به، اللدون ما عمركو ترميوه، سوى اللدون الا ما بقى فيه حتى شي حاجه، يعني يرجع بحال التراب، يعني يرجع غير تراب، ما يبقاش فيه قال كاع اللدون. عينكم ميزانكم، كي ما يبقاش فيه اللدون يعني الرصاص، ما يبقى حتى شي حاجه، عاد رميوه. بصح نتوما باش ما تضيعوش، وكي سميته من باش يبقى صابر لكم اللدون، نتوما من تطبخوا اللدون، كي تطبخوه فوق البوطه غادي تلقاو الوسخ الفوق تما. نتوما تجيبوا معلقه وتحرفوا هذاك الوسخ وديروه في كاغط تما قدامكم، حتى ديروه ترميوه في السطح، اولا ترميوه في الواد، ولا في كي سميته. بصح اللدون ديما كل ترطيقه خاصكو كي تذوبوه تصفيوه، باش يبقى لكم غير الرصاصه بوحدها، باش تعرفوا واش كاين، لان هذاك التراب خاصكو تحيدوه، هذاك التعكاس تحيدوه. هذاك ديروه في واحد الكاغط ولا في طبسي، حتى من بعد تكملوا وترميوه. الماء كنقول لكم ديما في شجره، ولا في الواد، ولا في البحر، ولا على شي ربيع، ولا شي جره، ولا حتى لك كانت عندك شي جره في الدار ديالك تسقيها، دنيا هانيه. إيه اليوم عندنايا حنايا الاعشاب هنا ساهلين. عندنا غادي نجيبوا ام الناس، ام الناس غادي نقسموها 10 ديال الحبات، 10 ديال الحبات ديال ام الناس. غادي نجيبو تاني كاين الشبه 10 ديال الحبات. هاي عندنا هنا عود الصندل، انا مبغيش يتهرس لي، تهرسوه تاني كاين هو على 10 ديال العيدان. راه عندي هذاك الملون، ما نعرف فين راه،
راه عندي هذاك المنوال مقسم. ها هو عندي داك الصليب داك الملون اللي كيلونوه هو هذا. الا كان عندكم ثاني كاين هذا الملون تجيبوه. ها عود الصليب بصح الا كان عندكم عادي عادي احسن هذا وتقسموه على 10 ديال الحبات. هذه الوصفه خاصكم ديما تبقاو ديروها، غادي ديروها في الصباح من تنوضوا وديروها ثاني كاين في الليل، يعني ديروها جوج مرات في اليوم، ديروها مره في السيمانه بصح ديروها جوج مرات، ديروها في الصباح من تنوضوا وتبخروا كاملين، لا الراجل ولا الدراري ولا كلش ولا الدار، وتخليوا هذاك الشيء كسميته. غادي نجيبوا حنايا ثاني كاين 10 اوراق سيدنا موسى، اوراق سيدنا موسى هنايا ثاني كاين نجيبوا 10 اوراق السدر. ها غادي نوريكم هنايا عندنا اوراق البلوط، عندي هذا سقوي الورقه ديال الاوراق ديال الكبار، وعندي هذا بري، درت انا 5 في 5 اوراق البلوط. ها هو واحد عندي هذا بري وهذا سقوي، هذا اللي لقيت هذاك النهار بيني دار. وعندنا هنا الداد الهداد وجيب لي رزقي من كل بلاد، ثاني كاين 10 ديال الحبات. عندنا هادو وهذا غادي نقسموه ثاني كاين على 10 ديال الحبات. عود الصندل هو هذا غادي نجيبوه ونقسموه. ها هو راه عندي ها هو راه في القفصه كاتب له حتى السميه، شوف انا كنكتب له السميات باش ما نغلطش فيه، لان عندي الاعشاب بزاف وكاين شي مره الاعشاب يتشابه. ها هو كاين اللي ما تعرفش. ها عود الصندل حنايا هنا ما عندناش، انا جاني من المغرب. هذا هو عود الصندل، كاين اللي ما تعرفوش. راه هذيك النهار قال لك الدريه ابراهيم خاصك توريني الاعشاب، شي نهار غادي كلشي نصور لكم، والناس بوحدها، الشبه بوحدها، الداد بوحده، كل غادي نصور لكم كل كسميته ونطلع لكم فيديو غير على حساب الاعشاب باش تعرفوها كلش وتبقاو تراجعوها وديروها. ولكن ديما حطيو رسانكم تكونوا غادي تشريو شي عشبه، تدخلوا لجوجل ديروا التصويره ديال العشبه، تخرجوها من تما وتصوروها وتديوها معاكم من تمشيو للعشاب، من عندكم العشاب كسميته تشوفي واش هي ولا ماشي هي، باش ما يغشوكمش، راه شي مره غير اللي جاتها في البال يبيعوها لكم. حنايا هاد الاعشاب غادي نجيبو مجمر مزيان، نجيبو الفاخر ولا ديال الحطب. كاين اللي دير هذيك ديال الشيشه، الله يحسن العون ديال الشيشه بصح ما تدير لك والو، هذيك اللي كميو بها دوك الناس. حنايا غادي نجيبو هادو نطحنوهم ونقسموهم على عشريه. حنا عندنا كل عشبه فيها 10، كل عشبه العشبات عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7، عندنا 7 ديال الاعشاب وقسمناه على 10 10. هاني غادي نوريلكم، غادي يزعقوا، هاي كلها 10، هاي كم الناس، هاي الشبه، اوراق الصدر، اوراق البلوط، الداد، واوراق سيدنا موسى. هما باش تعرفوه وراني غادي نصوره لكم في الفيديو الاخير. هادو حنايا غادي نجيبوهم ونطحنوهم، وهذا قسموه هنا راني ما حيت كسميته ما قسمتش، راني كنت شرحت هذا ثاني كاين تقسموه، راه مجهد واخا تقسموه في الدقاق ولا في كسميته ولا كسميته راه يتقسم. حنايا غادي نجيبو هاد الاعشاب نشعلو المجمر ونديروه في الصباح، فوق ما الوقت كان عندك خالي نديروه في الصباح. دخلت البنت ديال كاينو نو بويتي. حنايا غادي نجيبوهم ونديروهم. البنت ديالي نقول لها راني غادي نصور، ما تدخليش كاين بنت ديالنا نصور، هي يبان لها الحساب. غادي نجيبو هادو وندير واحد المجمر نقسموه على 10 ايام. حنا 10 ايام كل مره نديرو نهار مور نهار، متابعين نهار مور نهار، واللي ما قدرش دير نهار واه ونهار لا، غادي نقسموه على 10 وكل مره نهز واحد شويه هذاك من كسميته ونديروه في المجمر ونبخرو به ونبخرو الدار ونبخرو كاع العائله كامل. نديرو في الصباح ونديرو في العشيه. هذاك من تقسمو على 10 ثاني كاين هذاك الواحد اللي قسمتيه تقسمي ثاني كاين على جوج باش دير في الصباح ودير في العشيه، واللي ما قدرتش ثاني كاين غير مره واحده فيها الكفايه في الصباح
اولا في العشيه كاين اللي ما تقدرش تبخر وكاين اللي تقول لك العائله وهذه وكسميته الله يحسن العون. هما هادو الاعشاب عندنا 10 ديال ام الناس، 10 ديال الشبه، 10 اوراق السدر، 10 اوراق البلوط، 10 اوراق الداد، 10 اوراق الصندل، و10 اوراق سيدنا موسى. هادو غادي نجيبوهم ونقسمو نطحنهم ونقسموه على 10 وكل مره نبخرو. يا ربي جيب الشفاء لجميع المسلمين ويا ربي جيب التيسير لجميع المسلمين والمسلمات. هذه راه نتاع جلب التجاره والرزق والزواج. كان بغي يكون متع لكم وغادي نصور لكم هادو في الاخير تاع الفيديو. ها هم الداد الهداد، اوراق سيدنا موسى 10، اوراق البلوط 10، الداد راه 10 تاهو، عود الصندل راني ما نقدرش نقسمه 10، الشبه 10، ام الناس 10، اوراق السدر 10. الله يشفي جميع المسلمين والله يجيب الرزق لجميع المسلمين والمسلمات.